حتى يعني نقدر اني نقنع الزبون، او اني ربما يعني ثم جو تشوف لو بوان فابل تاعو، هكذا نقدر اني نوصل له المنتوج وهو راضي عني تماما. صح، هذا هو ان شاء الله. لذلك دائما ننصح الاعضاء انهم دائما ما يخافوا من المنتجات، او ما يخافوا انهم راس مالهم يعني يكون فقط يعني مال مخبي، انما نفضل اني نشريه منتجات واني نعمل على ترويج هذه المنتجات. تمام، هذا هو. واهلا وسهلا بالاخ ابراهيم. اهلا وسهلا، شكرا لك. العفو استاذ. شكرا لك. طيب نمر الان. لا اذا من لديه اضافه؟ من لديه اضافه حاب يقسمنا بمشروعه الاجتماعي؟ ميغريك مساء الخير استاذ. مساء النور، كيفك؟ بخير؟ خير، وانتو؟ الحمد لله تمام. ما عملت؟ صدقت اللي صار البارح على الجوجل؟ مشي الحال الإعلان. نعم مشي الحال. موفقة يا رب، موفقة. طيب أعطينا الخطة الأسبوع الجاي. خطة؟ عم نخطط لسه. الهدف الأسبوع الجاي. الهدف كثير لسه. نعم. ماني مخططة شيء، بس لازم يكون تخطيط، لازم، وهذا هو اللي حنحكي عنه اليوم، لازم يكون تخطيط عدل. أوكي، مستعدين؟ حاضرين الدفاتر تدوين؟ محضرة معي. تمام، برافو، يلا على بركتك. يلا شكرا لك مقرك. عبلة غايب سمعانا، مدام عبلة سمعانا؟ دكتور مصطفى بدك تعطينا هيك دبدبات من صوتك هيك وتسمعنا شيء؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، أهلا وسهلا دكتور مصطفى. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، عاش من سمع صوتك. وحابب تسمع مني اليوم؟ نسمع أم كلثوم. أيوة، هلا بغني لك. أنا بغني لعبد الحليم. تذكر غنيت لك بالأموعة وخليت دينك تنطرش من الصوت التعبان. الله يحفظك، الله يحفظك، روح شابة ما شاء الله عليك. فقل لي دكتور مصطفى، خطة الأسبوع هذا اللي جاي إن شاء الله عندك حاطط خطة؟ هلا نحن الحقيقة أنا بالنسبة للخطة تبعتي يعني مرهونة بعملي بالعيادة ومرهونة بماضي. دائما نحن عم نمشي نحن والمدام زينب على خطتها اللي هي وضعتها، ونحن عم نحاول ننفذ جزء منها. يعني إذا كان الأشخاص اللي بدنا نشوفهم مرتبطين معنا بفريقنا بنرجع بنشوفهم، إذا كان في عنا ناس جدد عرفنا عليهم بنعمل لهم جلسة تانية حوارية حتى نأكد معلوماتهم. يعني كلهم تسجلوا، أغلبهم تسجلوا، ولكن أنا بنعطيهم دورات تثقيفية مثل ما حضرتك عم تعطي دورات. بنعزز لهم معرفتهم بالمنتجات وبنعزز لهم معرفتهم بطريقة الشغل، نوعية الشغل ونوعية البزنس ونوعية الإقناع. يعني أنا صرت عم حاول قد ما أقدر أحضر محاضرات بالفن التسويق الشبكي حتى أقدر صح يعني ساعد مندوبيني او الداونلاين تبعي انه نني كمان ياخذوا من خبرتي اللي عم بتعرفها. صح، برافو، هذا هو. ففي مثلا روبرت كيوزاكي، وكذلك في إيريك ووري، بنصحكم انكم تقراوا لإيريك ووري وتسمعوا في فيديوهات لإيريك ووري، فبيحكي على هذا الموضوع. شكرا لك دكتور مصطفى. نعم، الله يخليك. أنا عندي بعض المواقع بالعربي، يعني كمان حاولت أحضرها لسمع على زبايني داونلاين بالعربي، أفضل من القراءة يعني، أفضل صح ما صح يشوف. صح، هذا هو. إحنا بندور على شيء بالعربي، بس صراحة بيني وبينك يعني لما بدور بشيء بالعربي ما بلاقيه أو بيكون ضعيف، بينما لما بالإنجليش والفرنساوي بالآخر بيني أفهمها أنا الأول وبعدين
هشرحها، وهذا الشيء اللي حيصير اليوم، لأنه هذه الصور اللي حتشوفوها اليوم وهذا السلايد اللي حنشوفه اليوم هو قديم جدا، يعني حتى حتلاحظوا إنه في علامة forever القديمة. أوكي، ولكن مهم جدا، هذا هو أساس forever. أوكي، فعلى بركة الله نبلش. وده عندكم أعضاء خليهم يحضروا معنا يخطفوا هذه المعلومات. نعم. طيب بلش على بركة الله. أول شيء هذا يعني كله باللغة الفرنسية، يعني شو هي هذه الانتربريز أو هذه الشركة وكيف تعمل وما هو هذه الأمور. أول شيء لازم نعرفها ونحفظها عن ظهر القلب هو طريقة التسويق الماركتينج كولاسيونال أو التسويق العلائقي، يعتمد على علاقات بين الناس. فكيف ما بتشوفوا في المجسم أو الرسمة هي بتبين الفرق ما بين التسويق العادي، لأنه بيلف هذه اللفة كلها، يعني من شركة الإنتاج إلى المستورد إلى الإشهار والدعاية التلفزيونية إلى إلى إلى، فبتنضاف علينا تقريبا 70% تكاليف فقط في هذه الدورة، هذه الدورة التسويقية. بينما مع نظامنا فيعتمد على البيع المباشر، يعني من الشركة إليك أنت إلى الزبون اللي حيكون قريبك، فبدل الوسطاء يأخذوا هذه 70% بتكون الرصيد لإلك أنت. هذه أهم نقطة نفهمها. ثاني شيء قوة الـ MLM، قوة المالتي ليفل. الموسيقى بتسمع عندكم؟ أوكي يلا نشيلها عشان نركز. يلا نكمل. إذا شايفين الصورة، لو فيكم إنكم تعملوا يعني تصوروا الشاشة عندكم، هذه الصورة مهمة بتبين قوة الخلية، قوة الفريق. فإذا بتشوفوا على مستوى يعني الأشخاص، فكل دائرة نواة أخضر وفيها ابتسامة، هذه تعني شخص. نأخذ مثلا هذه الوسطى هي أنت هنا، وهذا المجال الأصفر هو مجالك العائلي والأصدقاء والمعارف والجيران، والنقاط البيضة اللي فيها هم زباينك، الزباين اللي حيكونوا جيران أصدقاء. فلما تكون مجموعة من الزبائن ما بتحتاج أنك تأخذ المدينة كلها تكون زباينك، لا ما بينفع. اللي فاتح الميكروفون يقفل الميكروفون بليز، فيدا شكرا. ف ما بينفع انك كل المدينة يكونوا زباينك، فلذلك نمشي على هذا القد. لو لاحظتوا مناظر نوال شو حكت؟ حكت بتعمل تقريبا عندها مثلا نقطتين، ثلاث نقاط، اربع نقاط شخصية لإلها بتشتريها في الشهر وبتبيعها، وعندها زباينها محدودين في محيطها، وربما بتشوف زباين جدد، ولكن ما بتقدر إن تأخذ الجزائر كلها يصيروا زباين، طبعا صعب مستحيلة. فهنا بيظهر نظام التسويق متعدد المستويات. كيف؟ لما أنا بسجل مع حدا تاني، هذه الابتسامة الثانية، بسجل معي هو عنده محيط وبيبيع ليهم، وهو بيسجل معه ناس وعنده محيط، فهنا بتتشبك وبتصير. نرجع للمجسم أو الرسمة اللي على الجهة اليمنى، فنجد أن العواميد اللي بتشوفوها، نبلش من اليسار، اللي باللون الأصفر تمثل المبيعات، يعني شهر بعد شهر مبيعاتك تظل دائما في مكانها، ما بتتطور. يعني لو قلت لك انك تقدر تبيع 2 سي سي في الشهر، ايه بقدر ابيع 2 سي سي واربح فيها مثلا $500. طيب تقدر تبيع 4 سي سي في الشهر، ايه بقدر ابيع وبربح فيها مثلا $1000. تقدر تبيع 8 سي سي في الشهر، ححاول اني ابيع 8 سي سي في الشهر واربح مثلا 3000 او $4000. طيب فيك تبيع 20 سي سي شخصية في الشهر؟ هنا اصبح مستحيل، حتى لو كنت روبوت راح تتعب، صعب تعرف مجموعة من الناس وتبيع هذه الكمية من المنتوجات وحدك. هنا
تظل دائما اللون الأصفر أو مبيعات الشخصية تظل محدودة، ما فيك إنك تطورها أكثر من هيك. بعت 2 سيسي، 3 سيسي، 4 سيسي، 5 سيسي، 10 سيسي، إن شاء الله 10 سيسي، فأكثر من هيك ما راح تقدر. أوكي، فبيضل مبيعاتنا الشخصية محدودة. طيب هنا ندخل على اللون الأحمر. في نظركم ما معنى اللون الأحمر؟ اللون الأحمر كيف ما بتشوفوا في المجسم أو في الرسمة اللي على اليسار، هناك أسهم لونها أحمر وعليها علامة البورسنتاج أو النسبة المئوية، علامة النسب. يعني كل شخص فرضة بتعطيك عليه نسب حسب المبيعات وحسب الناس اللي عنده عدد السيسيهات وهيك. تمام؟ وضحت الأمر. فهنا لما بنرجع للمجسم اللي على اليمين، نفرق ما بين لون أصفر ولون أحمر. اللون الأصفر شو هو؟ اللون الأصفر شو؟ ما هو اللون الأصفر؟ شو ماذا يمثل؟ مين يعطيني؟ يلا تجاوبوا معي. اللون شايفين الصورة ولا لا؟ ألو حول، هل تسمعونني؟ الأصفر هو بداية المبيع اللي هو ناتج عن المبيع المباشر. إيه المبيع الشخصي. يعني نعم. كيف ما قدرت إنه أطلع في السيسيهات مبيعات شخصية لإلي، فما راح أطلع لمستوى عالي، فبيكون محدود كيف ما أنتم شايفين. نعم. يوصل على نيفو محدد. أيوة مستوى محدد. كيف ما طالت الأشهر والسنوات فحتضل في هذا المستوى تقريبا. طيب تمام. اللون الأحمر لو شايفين، لو بلشنا من الجهة اليسرى، العمود اللي على الأول، عمود اللي على اليسار هو أصفر، لونه أصفر يعني مبيعاتك. يعني لما بتبلش فوريفر بتعتمد في الأول على المبيعات، لسه ما بتدوق يعني أرباح البونس والتسجيل الناس لسه. هذا الشهر الأول فقط مبيعات، الطلبية الأولى بتكون مبيعات وربح لإلك. الشهر الثاني بتكون نسبة المبيعات نفسها، يعني ببيع عادي، بس سجلت معي حدا كمان هو بيبيع وبتوصلني نسبة صغيرة عليه من عند فوريفر، فبتكون نسبة صغيرة كيف ما شايفين، يعني شوية فتات. الشهر اللي بعده بسجل حدا تاني وهو بيسجل معه ناس وكذا، بيكبر الفريق بيوصلني بونس أكبر، يعني شوية أكثر، مع أنه بعمل مبيعاتي عادي. فمع تطور الوقت والفريق بيكبر وبتتشجر، بتصير مثل الشجرة، فبيصير مداخيلي عن الفريق بتكون تفوق بكثير مداخيلي عن المبيعات. يعني بيصير البونس ضخم. لما بنحكي عن الأرقام الخيالية اللي بنسمعها، فمعناها واحد بيربح مثلاً $4,000 في الشهر، مش معناته أنه بيبيع 20 سي سي لوحده، لا، هو بيركز على يعمل الأكتف، يعمل الأكتف ومشي الحال. فبيبيع مثلاً 2 سي سي، بيسجل معه شخص أو شخصين ب2 سي سي ومشي الحال، وبتوصلوا أرباح لأنه كون فريق وعلمهم نفس الطريق. فهذا هو الأساس لفوريفر. ولما بنقول مبيعات مش معناته أنتظر الزبائن، لا، الزبائن أنا اللي بجيب منتجات وأنا اللي بعرضها عليهم، وبالطريقة العرض بتكون هيك جماعي، يعني أحسن شيء يكون اجتماع جماعي. فصعب إنه كل واحد يشوف واحد لحاله على 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 جنب، يعني تعال انت على جنب اشرح لك عن المنتجات كذا كذا عشان ابيع له منتوج او ما راح يشتري من عندي، واتعب مع واحد ثاني. لا، بدل ما اعمل هذا التعب، اوكي، بشوف مع السبونسر تبعي والمشرف علي والمانجر علي، قل له بدي اعمل جلسه كبيره في منطقه معينه. ومتى انت حتعمل جلسه كبيره؟ فبتنعمل للفريق كله. مثلا دكتور مصطفى عنده ناس مثلا في مشمش، اوكي، في 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 المكان اللي هو فيه مشمش، فحيقول انه حعمل جلسة يوم الفلاني في المكان الفلاني، وحيجيوا فيه زباين، ناس بدهم يكتشفوا اكثر المنتجات. فهون الفريق معاه مثلا الاستاذ مصطفى وبقية الفريق، اوكي، حيكون في المكان الفلاني، فتعال. مثلا الاستاذ مصطفى حيجيب ناس او زباين يحضروا نفس المحاضرة، بتكون محاضرة واحدة وإلقاء واحد
ولكن لجميع لمجموعة من الناس حيسمعوها كذا أذن، فبيكون بالجماعي، وحتى لما يقتنعوا يقتنعوا جماعة، وحتى لما يكون هيك الجماعة الناس بتتشجع أكثر. أما لما بتحكي كل واحد على حدة فهذا صعب لأنه ما بيحس بالأمان، ولكن لما تكون الجماعة بيحس بالأمان بيحس فيه هذا الشيء مهم، ما دام جاءوا هذا الناس فهذا الشيء مهم. فهذه هي استراتيجية البيع اللي بتخليك تنجح وبتوصل بطريقة صحيحة. أوكي؟ طيب فهمنا هذه النقطة؟ كله فاهم هذه النقطة؟ كله صور الشاشة؟ سؤال إبراهيم، تبان عندك هذا الكورسور ديالي باسوري، تبان في ملي كنحرك؟ أستاذ إبراهيم، اللي داخل فيدا الله يخليك، خلي الميكروفون اللي داخل فيدا ما بتسمعنا الموسيقى عز عنا يا عيني. مين اللي داخل باسم فيدا؟ مين اللي داخل باسم فيدا؟ فيدا طيب بدها تسمعنا الموسيقى. اوكي، وموسيقى رائعه، شكرا لك فيدا. بس يعطيك العافيه استاذ. كلمه ايه تفضل. في عنا نحن خط اعضاء جديد من فريق مدام عبله. هلا نهمنا كثير هذا الامر. هلا يمكن بس الصوت شوي لانه بنعمل لنا نحن جلسه وعملنا لنا زوم، بقى ما عم يعرفوا شوي الصوت. وهم هايروا يترون مثل ما علمتن أنا إن شاء الله بيبلشوا معنا خطوات مثل ما اللي عم تحكي حضرتك. نقطة كتير بتمنى منن يسمعوها ويركزوا عليها. هذه النقطة يعني مفتوحة مدام زينب يعني بالنسبة لك كتير حلو بتجنن. وهني أنا بس مثل ما قلت لك أني خطوات جديدة مجربين مبيعات إن شاء الله عم يعملوا الاثنين سي سي تابعون بقى بغبي. بتمنى منن فياريت تشاركونا. ايه مدام رشا بتجنن كمان، عملت مبيعات من فتره، وفيدا كمان وفاطمه بلشوا ان هن عاملين مبيعات من الشهر. طيب بالمره إيه مدام زينب بيبين عندك الكورسور هذا هذا ايه اللون الاخضر او نعم ايه يعني مبين عندي هنا الريزو لما بحرك بيبين صح؟ ايه تمام، لانه بشير لكم به عشان اعرف اذا بتشوفوه ولا لا. طيب اوكي، اهلا وسهلا بالاعضاء الجدد، وان شاء الله تستفيدوا من هذه النقطه، واتمنى تعطونا حتى لو بالدردشه يعني اذا وضحت الفكره ولا لا. طيب وتكون مسجله هذه النقطه. طيب شكرا لك ست زينب. طيب الله يحفظك. فنمر اللي بعد، خلاص كله صور هذه الشاشة، نمر اللي بعد. هذه اللي بعد هي مكتوبة بالدرهم المغربي، فإحنا نستطيع أن نحولها بالدولار حتى نبسط لكم الفكرة. فما معنى النيتورك ماركتينج أو نظام التسويق متعدد المستويات؟ شو ممكن يفيدنا؟ فهو القوة الضاربة، القوة الضاربة في مجال البزنس، القوة الضاربة في مجال البزنس. بزنس بيخليك تبلش من ولا شيء ويصير عندك كل شيء. أعني ما أقول، يبلش من ولا شيء ويخليك تصير عندك كل شيء. لو سمعتوا قصص ناس وصلوا لمستويات عالية عالية كيف كانوا في الأول، وأنا حكيت القصة من قبل، يعني بتستغرب، ولكن هذا النظام بيخليك هيك، بيخليك من الفقر تصير مليونير. إيه إيه بحكي بكامل قواي العقلية، من الفقر إلى مليونير ممكن في كم؟ ممكن 3 سنوات، ممكن 4 سنوات. مستعد أنت تدخل في هذه التجربة وتوصل لهذا المستوى؟ إيه ولا لا؟ هذا يعود إليك. اللي علينا أن نعرفك الطريقة وآلية عملها كيف. طيب الآلية العمل هيك بهذه الطريقة. ما هو نظام النيتورك ماركتينج؟ أول شيء في ظرف سنتين، هون حاطين في ظرف سنتين،
يعني في سنتين ممكن تحصل على على فريق مكون من 1000 شخص في ظرف سنتين. ممكن يصير عندك فريق مكون من 1000 شخص. لو كل 1000 شخص عنده 10 زباين، لو كل شخص عنده 10 زباين، بيصير عدد زباين اللي في الفريق عندك اللي بيشتروا من فريقك، عدد الزباين اللي بيشتروا من فريقك تقريبا 10,000 زبون بيشتروا من فريقك، بينعشوا فريقك تقريبا 10,000 زبون. تمام؟ ناخذ 10,000 زبون، كل واحد بياخذ $25 من المنتجات، كل واحد بيشتري فقط $25 من المنتجات. طيب سؤال للنساء خصوصا، للنساء خصوصا، هل $25 من المنتجات في الشهر شيء كبير بالنسبة للنساء؟ كيف ما كان حالة فقيرة عادية، كيف ما كانت $25 هل هو شيء كبير؟ بتصرفوا مصاريف على عنايتها الشخصية ولا لا في الشهر؟ جاوبوني إذا في معنا نساء، جاوبوني. يلا، هذا الكلام صح ولا لا؟ 25. الله يسلمك جوابتك، بس أنا مش نساء. ماشي، أوكي. شكله ما معنا نساء. يلا. أكثر. هي جاوبوني هيك أكثر. إيه كل واحدة حسب مدخول كل واحدة، ولكن $25 في الشهر يعني بعتبرها إنه تمام، حتى لو كانت يعني فقر فحتاخذ هذا الشيء، بيهم هذه الشغلات. طيب ناخذ هذا المثال، لو كل واحدة بتاخذ $25 من ضمن 10,000 زبون عندك في الفريق، في الفريق كله يعني أعضاء اللي معاك كل واحد عنده 10 زباين، فهمتوا المثال؟ طيب لو ضربنا 25 في 10,000 حتعطينا كم؟ حتعطينا تقريبا $150,000. 150,000 لا 250,000 دولار، عفوا، $250,000. احسبوا أصحاب الحسابات، $250,000، يعني إنه في الشهر يروج في الفريق عندك تقريبا $250,000 لو كل واحد بيشتري هذا القدر فقط. تمام؟ أوكي، $250,000. طيب يعني كمعدل، لأنه في ناس حتى ما بين 3% إلى 18% بتربحها في خلال، لأن في الفريق عندك مساعد مشرفين، مشرفين، مساعد مدير كذا، ففي خلطة، فعشان نزبطها نخليها 5% بتاخد بتوصلك من مجموعة هذه المبيعات. لو 5% بتوصلك من مجموع المبيعات تصير كم؟ $12,500. $12,500 أرباح في الشهر. اكتبوا $12,500. هذا المبلغ، هذا كربح في الشهر، يستحق العناء طولة السنتين هادو ولا لا؟ هل يستحق ولا لا؟ يعطوني يعني أخذ ورد، أنتوا أعضاء ولازم تكونوا مشاركين في الموضوع. مساء الخير أستاذ مدن. مساء النور، أهلا أستاذ مصطفى، أهلا وسهلا. الخير لكل الأعضاء فريق بلبنان وبالمغرب كل العالم العربي، كيفك يا رئيس؟ إن شاء الله. الله يحفظك، الله يحفظك. يستحق بكل تأكيد، يستحق تعب هذا المبلغ خلال سنتين وخلال 3 وخلال 4، ما في مشكلة. صح، هذا هو، هذا هو. طيب لأنه لما بنحكي في هذه المبالغ الناس بتستعجب، كيف ممكن أوصلها؟ هذه هي الطريقة. هل الطريقة واضحة بالنسبة لك أستاذ مصطفى؟ نعم بالتأكيد واضحة، يعني توضحت الأمور كيف بيكون قوة الفريق، القوة الضاربة هي هذا. شكرا لك أستاذ مصطفى، ونكمل الشرح بقصة الخمسة. شكرا. ضرب 5. طيب فاكرين المثال اللي أشرحه دائما في شرح المشروع، إنه لو حدا سجل معه 5 أشخاص
أوكي؟ لو عملنا مخطط كل شهر تعلم نفس الـ يعني تعمل نسخ للعملية، نسخ للعملية. كيف نسخ للعملية؟ يعني العملية اللي حعملها أنا هذا الشهر بعلمها للناس اللي حيكونوا معي الشهر الجاي. طيب نأخذ مثال، لو أنا قررت وبلشت واشتغلت على أساس إنه في خلال الشهر يتسجل معي 5 أشخاص، هذا قرار وبشتغل عليه إنه يسجل معي 5 أشخاص. الشهر الأول صار مجموع فريقنا هو كم؟ 6. يعني أنا وهذا 5 أشخاص أصبحنا 6، صح؟ تمام. نسخنا الطريقة هذه لكل الخمسة أشخاص هذوك اللي دخلوا جداد، 5 حلوين بدهم يشتغلوا كذا. أوكي طيب حبيبي بدك تشتغل، فنمشي بهذه الاستراتيجية. حاول هذا الشهر أنت تسجل معك 5 أشخاص، وأنت تسجل 5 أشخاص، وأنت 5 أشخاص، ونعمل لهم تكوين. تمام؟ فشو حيصير؟ كل واحد فيهم حيسجل معه 5، حيصير كم الصف الجديد، الناس الجدد اللي حيسجلوا في خلال الشهر الموالي، الشهر الثاني كم؟ حيكونوا 25 شخص جدد. لو أضفناهم على 6 اللي هم إحنا، يعني أنا وهم، لو أضفناهم كم حيصير عدد فريقنا؟ حيصير 31 شخص في الفريق. تمام؟ هذا في الشهر الثاني. طيب نفس العملية، هذوك 25 قلنا وصينا هذو 5، قلنا لهم الناس الجداد اللي حيسجلوا معكم علموهم انه كل واحد فيهم يسجل معه 5، يكون هدفه في الشهر يسجل 5 ويبلش. فهذا فقط قرار شخصي لكل واحد. لما تقول له ايه اعمل الهدف انه هذا الشهر تاع، كيف احنا بنعمل المستحيل حتى نحققها، بس حطها في دماغك، احنا بنعمل المستحيل حتى تتحقق. اوكي، فكل واحد فيهم بيسجل معه 5، بيصيروا الناس الجدد اللي تسجلوا 125، بنضيفهم على 31 بيصيروا 156 شخص في الفريق. الشهر اللي بعده بيمشوا على هذا النهج، صاروا 600 شخص، 625 شخص يتسجلوا جدد في خلال الشهر. يعني هادو 625 هم جدد، يعني هذا معه 5 وهذا معه 5 وهذا معه 5، يعني هذا 125 شخص كل واحد عمل 5، فبتصير 625 شخص جديد. نضيفوها على 156 بتصير 781 شخص في الفريق. بعد ذلك بتحلو، بيصير لو 625 شخص كل واحد فيهم سجل 5 معه، فبيصير العدد الناس الجدد اللي حينضموا في خلال الشهر دفعة واحدة 3125 شخص. هذ 3125 شخص بنضيف على 781 بيصيروا 3906، 3906 شخص معك في الفريق كلهم نشيطين. طبعا بنشيل منهم، نقول يعني مش كلهم ضروري يكونوا هيك نشيطين وعندهم، ناخذ منهم 1000 شخص فقط. هذا اللي جاء منها المثال اللي بلشنا منه، ناخده فقط 1000 شخص نشيط بيعمل 10، عنده كل واحد 10 زبائن، وبنوصل لهذا الأرقام. إذا فهمنا كيف بتكبر الخلية بهذه الطريقة، يعني القوة بهذه الطريقة. هذا المثال أو هذا المجسم يبين لنا، هذا المبيان يعطينا السهم اللي فوق بيعطينا المداخيل المادية، يعني كم بالدولار أو فلوس، يعني كمية الفلوس الداخلة في الشهر. هذا العمود، السهم العمودي بيمثل الفلوس، مداخيل. السهم الأفقي هذا بيمثل الوقت، الزمن. طيب وهذا الخطوط، الخط الأزرق المتقطع بيمثل مبيعاتك الشخصية اللي حكينا في الأول اللي باللون الأصفر هذه. فالمبيعات الشخصية بتبلش من أول شهر، من أول ما تبلش بيصير عندك أرباح في المبيعات الشخصية، لأنك ممكن في الأسبوع الأول بتشتري طلبية وبتبيعها وبتربح فيها، وبتشتري طلبية تانية وبتبيعها الأسبوع اللي بعد. فممكن تبلش الربح من أول أسبوع بلشت فيه في فوريفر، يعني من الصفر، من هو
وماشي شهر بعد شهر بتصير عندك الأرباح وبيصير عندك زبائن، بس بيصير محدود. يعني السهم كيف ما أنتم شايفين أو المنحنى ماشي بهذه الطريقة الأفقية، يعني حيصير محدود، يعني ما راح تفوت أكثر من هيك. لو مثلنا مثلا $1,000 هون، لو هذا هو $1,000 راح تكون محدودة في $1,000، يعني كيف ما طرت ولا نزلت هذا هو حدك في المبيعات الشخصية. بينما المبيان اللي باللون الأحمر يبين الأرباح الفريق، يعني البونس، البونس اللي بيجي عن طريق الفريق. بتلاحظوا انه في البداية ما بيكون عندي بونس على الفريق لانه بلشت جديد ولسه ما مسجل معي ناس، لسه ما معي فريق، ولسه ما وصلت لمشرف وكذا وكذا، فلسه بتاخد شوية معي وقت، مثلا شهرين، شهر، شهرين، 3 شهور حسب. فبتبلش اول ما بلش اكون الفريق، فبتبلش انه منحنى المداخيل عن طريق البونس بتكبر، بترتفع 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 مع الوقت، مع الشهر الاول، الشهر الثاني، السنة الاولى، السنة الثانية، بيصير عندك السهم بيطلع لفوق، وهذا هو اتجاهه، ما بينزل، بيدر هذا اذا مشيت بالطريقة الصحيحة. فهنا نصل الى مستوى لا محدود، يعني فوريفر. لما بيقول لي واحد يعني قديش ممكن اربح مع فوريفر، بقول له اللي بدك، وانا اعني ما اقول. بدك يكون عندك مثلا $1,000 في الشهر بتاخذها، بدك $2,000 بتاخذها، بدك $10,000 بتاخذها، بدك $100,000 في الشهر بتاخذها، بدك 200، بدك $1,000,000 تاخذها. فهذا يعود اليك وعملك كيف بتشتغل عليه. اذا صوروا هذا المنحنى كذلك لانه مهم جدا. كل صور هذا المنحنى، مين اللي متابع معي بيصور وبيظبط هذا الشغل؟ من؟ اهلا بهيجة، مرحبا. من معنا؟ استاذ مدني. تفضل. استاذ مدني تفضل. نحن طلبنا سابقا حضرتك تسجلنا الفيديو هيدا والحلقات اللي بنحكي فيها عندك، ودي لنا اياها يعني على الواتساب او شيء، لانه انا هلا مضطر حاطط تليفوني وماسك تليفون تاني عم صور منه. معلش معلش معلش، انا بقول لك على شيء، فهذه المحاضره بتسجل كمان. ايه، فانا عملت محاضرتين بتسجل. عندي نكته صغيره وعندي قصه صغيره بدي احكي لك اياها عن الفايف. في شخص اسمه مستر فايف، بس خليني مره هالكلمه. تفضل. الشباب ينبسطوا فيها. لما اكتشفوا النفط العربي كان في شخص يهودي عمل استثمار على هالنفط، فقالوا له انه انت ما دامك شريك وكذا بدنا نعطيك مال ارباح. قال له لا، انا ما بدي شيء، انا بدي 5%. اخذ 5% وما زال ياخذ 5% من حقوق استخراج النفط العربي، فسموه مستر فايف، هذا يهودي. شفت الفكره؟ الفايف تعمل ثروات طائله طبعا، لانه تضخم المبيعات وتضخم الانتاج، وهو كذلك يتضخم هذيك ال 5%. صحيح. فعلا هذا هو الأساس، لأنه شبيه هذا النقطة. لو رجعنا للصورة الأولى بنلاقي هذا السهم اللي فيه النسبة، علامة النسبة المئوية، فأنت بيصير عندك نسب بونس، وكلما كبر الفريق هذاك البونس بيكبر كمان. فهذا هو المثال. شكرا كثير دكتور مصطفى، فجبت مثال في محله. طيب شفنا هذا المجسم. طيب هذه المعلومة معروفة، يعني الفوريفر في العالم وكأين تأسست والمقرات. ولو لاحظتوا هون العلامة القديمة لفوريفر كانت على شكل طائر، ولكن شبيه بطائر النورس. طيب، وبعض المقرات لفوريفر فيليبين، في ألمانيا، ففي السويس، في يعني سويسرا، في إنجلترا، في اليابان. طيب ندخل على نقطة أخرى. أهلا بك رشا، بدك تقولي لنا شيء رشا الكيلاني؟ مدام رشا، أهلا. أهلا وسهلا، أهلا بكم. أنا هلأ لزبط الصوت معي، بس عم بس بدي أطفي الكاميرا. انت لا، انت مطفيه الكاميرا عندك؟ مطفيه. ايه مطفيه. ايه
فخلاص الصوت بس خلاص يعني مطفية الكاميرا. أنا جديدة معكم. إيه هلا رشا هلا كيف فيك؟ أهلا فيك كيف هذا؟ حتى عندها لمبتك الكاميرا وخفي منها. لا لا ما مشكي ما شيء فيني لأن البروغرام جديد ما لشي سامحونا. لا لا يعطيك العافية ربي وتابعي مضبوط رشا وإن شاء الله بتستفيدي كثير محاضرات مهمة بس تابعينا على الزوم مثل ما خبرتك إن شاء الله اثنين وأربعة وجماعة إن شاء الله. يعطيك ألف عافية على نديك رشا وحكتنا مدام زينب إنه يعني ما شاء الله عليك يعني بلشت حلوة إذا موفقة مدام رشا. الله يسلمك يا رب شكرا. طيب نكمل ركزي معنا. إذن هذا المجسم لازم كل الأعضاء يعرفوه ويحفظوه عن ظهر قلب. تمام ما صورته صورته برافو فيدا كذلك عطاء برافو. هذا المجسم بيبين تتبع يعني الجراد أو الرتب. عندنا رتب. أول رتبة بنبلش بها يعني مسوق جديد. يعني مسوق جديد بيكون عنده خصم 15% فقط. بعد ما يعمل 2 سي سي مشتريات ممكن يعملها في أول شهر بيبلش فيه أو من أول بدايته بياخد 2 سي سي بيصير مساعد مشرف. أنيماتور أدجوان. أسيستنت سوبرفايزر. ب2 سي سي. طيب شو الفائدة 2 سي سي؟ بيكون عندي 5+30 خصم 35% خصم عن شرائي للمنتجات. عشان أوصل لمرتبة مشرف فيحتاج إلى 25 سي سي جروب يعني الفريق يعني مع الفريق 25 سي سي في ظرف شهرين متتالية يعني الشهر الأول والشهر الثاني يعني يكونوا متتاليين وشهر بعد شهر بحقق فيها 25 سي سي بصير مشرف. مشرف ميزته انه بيكون عندي خصم 38% زائد كل ما سجلت معي شخص جديد ب2 سي سي بتوصلني فائدة ب23% عن قيمة المبيعات اللي باعها. فهذه ال 23% بتكون تقريبا $120 عن كل شخص. يعني لو كنت مشرف سجلت معك شخص ب2 سي سي فوريفر بتعطيك $120. سجلت شخصين بتكون ضرب 2، سجلت 10 بيكون ضرب 10 وهكذا. فهي أرباح من البداية حتى وأنت مساعد مشرف. ممكن لو سجلت معك 5 أشخاص المثال اللي أعطيناه في الأول، لو سجلت معك 5 أشخاص فمساعد مشرف بيكون عنده ربح تقريبا $100 عن كل شخص عن عمل 2 سي سي. فخمسة أشخاص معناتها أنه من أول شهر بتبلش فيه بتسجل معك 5 أشخاص وبيبلشوا بتكون عندك مضمونة في جيبك $500. هذه فقط أرباح مش المبيعات، هذه أرباح البونس هذيك اللي باللون الأحمر اللي عملنا بها مثال. طيب بعد المشرف عندنا رتبة مساعد مدير. عشان توصل لمساعد مدير تحتاج إلى 75 نقطة في خلال شهرين متتالية. كيف أعمل هذه 75 نقطة؟ فبسيطة جدا، فوريفر تعتمد على نظام ساعد غيرك على النجاح حتى تنجح. فلو معك 2 انت حتكون ساعتها عشان تشتغل على مساعد مدير بتكون اصلا في رتبة مشرف. فعشان توصل لمانجر اسيستنت مانجر فتحتاج انه ساعد 3 من المساعد المشرفين اللي معك انه هم يشتغلوا على انهم يوصلوا لمشرف لمكانتك لمشرف يعملوا 25 سي سي في ظرف شهرين وبتشتغل معهم في نفس الفترة يعني في نفس الشهرين هم الثلاثة مع بعض. هنا هذا حيعمل 25 سي سي عشان يتأهل والثاني حيعمل 25 سي سي والثالث 25 سي سي. لو جمعناهم هيكونوا 75 سي سي. فهم حيتأهلوا لرتبة مشرف وانت اوتوماتيكيا حتتأهل لرتبة مساعد مدير. ومساعد مدير المزايا اللي عنده 13+30 اللي هي 43% خصم على المنتجات. كل ما سجل معه شخص مثلا جديد بتكون عنده تقريبا $140 ارباح. وكذلك اذا معه مساعد لو معه في الفريق مشرف فكل مشرف بيكون عنده في الفريق بتوصله 5% عن مجموع مبيعات هذا المشرف
وكل مساعد مشرف معه في الفريق بتوصلوا 8% عن مجموع مبيعات هذا المساعد مشرف، وكل شخص موزع جديد سجل معه بتوصلوا 13% عن هذا المساعد أو الموزع الجديد اللي دخل معه في الفريق. فهذه مزايا بتكون مدخول مساعد مدير تقريبا معدل، يعني لو مشي خطوة خطوة بيكون عنده تقريبا $1,500 في الشهر. مرحلة المدير مانجر بتحتاج أن يكون عندك 120 سي سي في شهرين متتاليين أنت والفريق. والآن عملوا نظام آخر أنه لو هذه في شهرين متتالية ففيك تشتغل على 4 أشهر متتالية وتعمل 150 سي سي فبتتأهل مدير. ما هي مزايا المدير؟ أول شيء 48% خصم. ثاني شيء أنه إذا سجل معه حدا جديد باثنين سي سي بيكون عنده نسبة أرباح، يعني وتقريبا بالدولار حتكون تقريبا $170 تقريبا $170 عن كل شخص سجل معه برتبة مساعد مشرف. كذلك أي مساعد مدير معه في الفريق بتوصله 5% عن مجموع رواج مبيعات هذا المساعد مدير. لو معه يعني مشرفين في الفريق بتوصلوا 10% عن كل مشرفين اللي معه في الفريق، ولو معه مساعدين مشرفين كل مساعدين مشرفين بتوصلوا 13% عنهم. وكذلك كل موزع جديد دخل لفريقه بتوصلوا 18%. يعني لهيك فالمانجر بيكون مدخوله تقريبا معدل مدخوله ما بين $2,000-$2,500 تقريبا حتى $3,000 في الشهر. ف هذه هي الترتيب وكيف بنوصل للمزايا الأخرى. طيب عندنا مداخيل أخرى بتكون معنا اللي هي leadership bonus. leadership bonus يعني لما توصل أنت لمانجر بتساعد ناس ثانيين مباشرين معك حتى يصيروا مانجر، فكل ما كانوا عندك عدد من المانجر بيكون عندك كذلك أرباح. فطيب إذا أنت مانجر ومعك مانجر في الفريق مباشر صار مانجر معترف به في الفريق فتسمى مانجر ليدر. مانجر ليدر يعني بيكون عندك مانجر واحد في الفريق. طيب المانجر ليدر مثلا هذاك المانجر اللي انت سجلته معك صار مانجر وساعد الناس اللي معاه يصيروا مانجر، فمثلا معاه واحد كمان مانجر فهذا يسمى مانجر الجيل الثاني. هذا جيل الأول وهذا جيل الثاني، وهذا المانجر ساعد شخص آخر مباشر له وصار كمان مانجر فبيصير مانجر الجيل الثالث. نعطيكم مثال مثلا في فريقنا، مثلا لو حكينا عن مانجر أمال فهي تعتبر الجيل الأول لي، مانجر نوال معانا فهي تعتبر الجيل الثاني بالنسبة لي، مانجر عائشة بتعتبر الجيل الثالث بالنسبة لي. فهذا هو اللينية أو خط الفريق اللي معي أو المانجر اللي معي. فما هي الاستفادة لما يكون عندك مانجر ومانجر ومانجر؟ فأول شيء لو المانجر المباشر ليك كيف ما عمل من الأرباح والمبيعات وهذا الشيء كله هو فريقه والناس اللي معه كلهم فبتوصلك 6% عن مجموع أرباح. 6% عن مجموع أرباح. لو معك مانجر في نفس الفريق هو معه مانجر فهو بياخذ من هذا المانجر بيعتبر هو الجيل الأول بالنسبة له بياخذ 6%، ولكن أنا بيعتبر هذا المانجر هو مانجر الجيل الثاني فلذلك بتوصلني 3% عن مجموع مبيعات المانجر الثاني. كذلك مانجر الجيل الثالث بتوصلني 2% عن مجموع رواج هذا المانجر. هذا مثال لخط واحد. فتخيل لو معي 2 مانجر مباشرين وكل مانجر منهم معه 2 أو 3 وكل هذوك الثلاثة عندهم كل واحد فيهم عنده 2 أو شيء فبيصير عدد المانجرات أكبر والأجيال مختلفة فهذا بتوصلك منه 6% 6% هذا 3 3 3 فبيصير
المثال اللي حكى عنه الدكتور مصطفى، فعندك النسبة بتاخدها من هون هون، كل ما كبر الفريق كل ما بيكون عندك نسبة أكبر. طيب الرتبة يعني لا يتوقف العمل خلاص أنا وصلت مناجر وانتهى الموضوع، لا لا أبدا. فبعد ذلك بتصبح عندك حماس أنك تساعد ناس أكثر عشان يوصلوا لمناجر. لما تساهم في إنجاح شخصين، اثنين مناجر مباشرين لك، تسمى مناجر سينيور. مناجر سينيور، ولو لاحظتوا في المثال اللي على اليمين 6% 3% 2%، يعني هذا النظام بيمشي نفس الشيء، يعني الجيل الأول جيل ثاني جيل ثالث. لما بساعد 5 مناجر مباشرين لي انهم يصيروا مناجر، فبصير مناجر اسار اسار مناجر. كذلك الجيل الأول يعني 5 مناجر الجيل الأول، كل واحد توصلني منه 6%، 6 في 6 في 6 في 6. ال 6% لو نعطيكم مثال، لو مانجر معي بيحقق 60 سي سي، 60 سي سي في الشهر، معدل 60 سي سي في الشهر، فبتوصلني تقريبا 1400 دولار عن هذاك المانجر لو بيعمل 60 سي سي، تقريبا 1400 دولار فقط عندك المانجر. انا ما عملت شيء، هو بيشتغل وخلاص، وهذاك هو بيربح طبعا، عنده 2000 ومش عارف وكذا، ولكن فوريفر لقاء هذاك المجهود اللي انا عملته معاه لما بلش اول مره وكذا، فبتعطيني هذيك ال 6%، 6% 1400 دولار. فتخيل، تخيل لما يكون عندك 2 مانجر و3 مانجر و4 مانجر و5 وهكذا. هذا جيل اول. الجيل الثاني 3%، يعني تقريبا تقريبا 700 دولار او شيء تقريبا. فهكذا تكبر. طيب بعد ما يصير اسور بدي مستوى اعلى، فبساعد 9 اشخاص انهم يصيروا مانجر، فاضيف للخمسة اضيف 4 اشخاص ثانيين يصيروا مانجر، اصبح مانجر سفير. وهنا هنا بيعدنا شيء جديد بيتسمى جيم بونيس. جيم بونيس يعني بتنضاف 1% عن كل جيل. يعني هذا اللي كنت المانجر الجيل الأول كنت باخد عليه 6%، بتصير باخد 7%. عارف هذيك 1% بتفرق كثير 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 كثير. فلما بحكي عن مانجر سفير بنتكلم عن مدخول شهري يعادل تقريبا 20,000 دولار في الشهر، يعني 200 مليون جزائرية، يعني 20 مليون مغربية. إذا شفتوا المستقبل مع فوريفر، يعني ممكن توصل لسفير إيسور أو عفواً سفير ممكن توصل في 4 سنوات 5 سنوات 3 سنوات حسب المجهود اللي عندك. طيب اذا وضحت الفكره. عندنا كذلك بعد سفير، عندنا السفير دايموند لازم يكون عندك تساعد 17 شخص يصيروا مناجر مباشرين ليك، هذا مباشر خط اول، فما بالك في كل واحد فيهم عنده مناجرات معاه وهكذا. فهذا سفير دايموند بتنضاف كذلك 1% عن كل فئه، فبتصير 8% و5% و4%. عندنا مانجر دايموند مانجر 25 مانجر مباشر، 25 مانجر مباشر، وهذه هي الرتبة اللي فيها جون ماري لوغان. هو في هذه الرتبة، رتبة مانجر دايموند، بيكون عنده 9% عن الجيل الأول، 6% عن الجيل الثاني، 5% عن الجيل الثالث. وتخيلوا وتبحروا في المداخيل كيف حتكون. هون بس. طيب هذا مثال عن الجيل الأول والجيل الثاني والجيل الثالث بسرعة. مثلا لو عندك مانجر جيل الأول بيكون عندك مدخول تقريبا، هون حاطين تقريبا 1235 دولار في الشهر. مانجر الجيل الثاني بتكون عندك 620 دولار في الشهر. مانجر الجيل الثالث بتكون عندك تقريبا 410 دولار في الشهر. ربما هذه المانجرات ما بتعرفهم انت اصلا،
بس وصلوا لأنك أنت علمت هذا المانجر وهذا المانجر علمهم وهذا المانجر علم هذا وهكذا. بتتوارث الفكرة والطريقة والتكوين وكل شيء. طيب. فمداخيل كل واحد يعني أكيد تختلف. مثلا مانجر أول مانجر ثاني بيكون مانجر سينيور بيكون مدخولك تقريبا 38 كم؟ يعني 38,500 دولار في السنة تقريبا. أوكي. مانجر إسور بتكون عندك تقريبا 67,000 دولار في السنة. مانجر سفير بيكون مدخولك تقريبا 236,000 دولار في السنة. هذا معدل بسيط يعني فيك يكون أكثر. أوكي. طيب الفاتورة لو لاحظتوا لو كل شهر بيوصلكم إيميل بيقول لك البونس تبعك موجود في الموقع الرسمي، فبتدخل بتشوف فاتورة مثل هذه فيها كل التفاصيل والنسب وكل شخص أخذ طلبية في فريقك، كل التفاصيل موجودة وبيطلع لك النسبة مضبوطة بالملي. تمام. كذلك هناك حافز السيارة اللي هو بعد ما تكون مانجر بتشتغل على هذا الحافز، بتساعد فريقك على عشان توصل لهذا الحافز، حافز السيارة. فالمستوى الأول بيكون 400 دولار إضافية في الشهر مدة 36 شهر، مدة 3 سنوات يعني. يعني فوريفر بتضيف لك إلى البونس تبعك 400 دولار مدة 36 شهر. فهذا المدخول هذا أغلبية الناس بيحولوه إلى سيارة، يعني بيشتري سيارة، بيختار سيارة من محل وفوريفر هي اللي تتكفل بأقساط هذيك السيارة. أوكي. في مستوى أول، مستوى ثاني، مستوى ثالث. طيب الأصفار كذلك لما يكون عندنا سفر، إذا حققت في خلال السنة أنت والفريق تقريبا 1500 سي سي، فبيكون 6 أيام مدفوعة التكاليف بالطائرة بالأوتيل مصروف الجيب تقريبا 500 دولار مصروف جيب في خلال 6 أيام في أفخم الأوتيلات. هون الشيكات كيف كانت يعني في الأول، فشيء يعني شيء خيالي والله. فأتمنى الجميع إن شاء الله يوصل لهذه المرتبة، وهذا حلم إنه نشوف أغلبية أعضاء الفريق مجتمعين في جلوبال رالي إن شاء الله. طيب طيب ما هي ميزة أو دعامة هذا الشيء كيف أوصله؟ أول شيء بحاول إنه أفهم معنى الفور سي سي، يعني 4 نقاط شخصية في الشهر، تحقيق الأكتيف. أوكي. إذن أول شيء أستهلك أنا شخصيا منتجاتي، وإذا عندي منتجات ثانية بغيرها بمنتجات فوريفر، ويكون استهلاكي الشهري تقريبا 1 سي سي. واحد أوكي. كذلك لتكوين زبائن بيكون عندي 10 زبائن على الأقل، كل واحد فيهم بياخد 0.200 سي سي، يعني خمس سي سي، خمس نقطة، كل واحد بياخد خمس نقطة. لو 10 زبائن بمعنى إن مجموع 2 سي سي، هبيع لهم 2 سي سي لزبائن. تمام. كذلك أسجل معي شخص جديد، واحد شخص واحد جديد باثنين سي سي، فهنا حسب سي سيهات الشخصية أو
أول شيء عندي 1 cc منتجاتي الشخصية يعني استهلاكي الشخصي، أنضيف عليها 2 cc مبيعات، وأضيف على 2 cc شخص جديد سجل، بمعنى أنه مجموع السيسيهات 5 في خلال هذا الشهر، تمام؟ وهنا بيكون أنا أكتف. هذه الطريقة هي سر النجاح. لذلك أقول لكم، هل حددتم الهدف لهذا الأسبوع؟ لأن حنمشي أسبوعيا، لو نصف نقطة كل أسبوع فهنا بتحقق الاثنين سي سي، وتحاول أنك تغير كل منتجات اللي تستعملها بالبيت بمنتجات فوريفر. مرة تستعمل 3 منتجات، ثم الأسبوع الآخر لو عندك أي منتوج مثلا شامبو بتستعمله غير فوريفر فغيره بمنتجات فوريفر، شامبو فوريفر، وهكذا تدخل في مجال فوريفر، لأن كل منتوجات موجودة في فوريفر فهي نستعملها يوميا. أوكي، إلى هنا فاهمين ولا لا؟ لو شيء مو ضابط قولوا لي. ايه، بيطول ليخلص عشان تشتري منتجات تانية، بتوصل ل40 منتوج جربته تقريبا، لانه طبعا ما راح يخلص في اول شهر. فانت اشتريت مثلا معجون اسنان بيضل معك 3 شهور مثلا، فالشهر اللي بعده بتشتري شيء تاني مثلا 3 منتجات تانية بتكتشفها. هذا هو الاساس، انك تكتشف المنتجات. طيب، الى هنا واضح الامور؟ واضحة أستاذ مدني، الله يعطيك العافية. الله يحفظك، الله يحفظك ابن العم. فهدفنا أنه الكل يتضح عند الأمور، حتى لو بتحكم مع شخص وفي أكثر في كثرة أسئلة فبتعرف كيف تجاوبه. أنا كنت كل طلبية أخذ منتوج وجرب، وهذه الطريقة الصحيحة. يعني أضعف شيء يعني كل طلبية تأخذ منتوج هو 2 جربهم أنت، فهكذا ما بتحس انك صرفت كثير او شيء. تاخذي من اخواتك. طيب، اذا نشوفوا دعامه الكرسي. الكرسي اذا بدنا نحافظ عليه فاقل شيء ممكن يقف على 3 ارجل. ما هي هذه 3 أرجل؟ ما هي 3 أرجل اللي لازم نركز عليها؟ أول شيء هي الكونتاكت شور، يعني العلاقات الساخنة، يعني أشخاص قريبين مني كثير، العائلة، الجيران، يعني الأقارب كثير، فهذا يعتبرون من الأقارب أو الناس المعارف، يعني الفئة الدافئة أو الصحبة. وعندنا كونتاكت سبونتاني، يعني اشخاص اصادفهم، يعني هيك يعني في الشارع كذا بيوقف بيكون موقف معين فبتعرف عليهم او بيتعرفوا علي، فهذا الاشخاص كمان ممكن اضيفهم على القائمه. وعندنا كونتاكت سكوات اللي هم الناس او العلاقات البارده، يعني ناس لا اعرفهم، اعرفهم بالنظر، ساكنين جنبنا بشوفهم كل يوم ولكن ما عندي بيهم علاقه، فهذا كمان ممكن يستهدف يكونوا معك في اللائحة. طيب، المفروض من هذه اللائحة إنك تخرج بنتيجتين 2 جواب من الجوابين هذا، يا إما يقول لك إيه نعم، يا إما يقول لك لا. شو كيف يقول لي نعم لا؟ يعني لما بحكي مع حدا بقول له اوكي احنا عندنا برودكت جديد بدي اياك تحضر معنا لتشوف، حيقول لك اوكي انا حكون موجود، او يقول لك لا بعتذر. ف يعني الهدف يعني الهدف هو تصفيه او اختيار، يعني غربله الناس. طيب، لا يعتمد عملنا على إقناع الناس، نحن لا نقنع الناس،
وإنما نظامنا هذا يعتمد على فلترة الناس. الفلترة يعني الغربلة هذه اللي حكيت عنها. أنا لا أقنع، أنا أحط لائحة وبشغلها، عندنا منتوجات جديدة، عندنا شيء حلو وكذا وكذا، وبحكي بثقة. بدك تحضر معنا محاضرة؟ إيه، تسجل اسمه. ما بدك تحضر؟ أوكي، قل لي لا، وبتقول لا، هذا قال نعم، هذا قال لا، وهكذا. خلاص ما بتجادله ولا بتقول له تعال وأرجوك ومش عارف وكذا، ومنتجات بتجنن، لا أبدا. أنا شخصيا ما بستعمل هذه الطريقة، وما بسمح لنفسي إنه أدلل منتجاتي أو البزنس تبعي أبدا. ناس بدها تفهم البزنس، أوكي عندنا الشرح حيكون اليوم الفلاني كذا، تفضل معي وبعمل معاه موعد. بدك تحضر معنا تشوف منتجات جديدة، أهلا وسهلا، أسجل اسمك أم لا، هكذا بتكون صارم حتى في الحكي. أوكي فهذا هو الأساس. يعني هذو من النتائج، يعني إما يقول لك نعم أم لا وبيمشي الحال. طيب أها يعني التحضيرات يعني شيء ممكن للجميع إنه يعمله. أول شيء ودونوا هذا كلكم جنبكم دفتر. أول شيء خذ القرار أن تستعمل المنتجات وتغير مجرى مشترياتك. يعني كنت أشتري شامبو من ماركة معينة، أوكي بغيره وبشتري وبشتري من نفسي من عندي منتجات شامبو فوريفر. كنت بشتري مثلا معجون أسنان من شركة معينة، بغير وبشتري من عندي مع خصم مع جودة عالية وهكذا. إذا أغير مشترياتي إلى فوريفر، هذا هو النظام اللي أمشي عليه. اكتبوا هذه أولا. من هم الناس الذين أعرفهم؟ هنا أدون اللائحة اللي تكلمنا عنها وموجودة في الفيرست ستيب تو مانجر. وهذا الكتاب مين جاب الكتاب في الطلبية؟ لأنه في ناس كان ما عندهم الكتاب فيرست ستيب تو مانجر أو خطوة أولى نحو المانجر، فمين جاب الكتاب هذا؟ هذا أساسي للعمل، أساسي للوصول إلى مستويات عالية، فيرست ستيب تو مانجر. هذه ثانيا تكون عندي لائحة الأسماء. ثالثا كيف يعني أجذب ناس جدد، كيف أجذب ناس جدد، تعزمهم، شيء مهم وهذا مسطر عليه، أن تدعوهم لمحاضرة. إحنا بنعمل محاضرة يوم الاثنين على الزوم، الناس شايفهم إنهم يقدروا ينزلوا تطبيق زوم وهيك، ف قل لهم أدعوكم إنكم تحضروا يوم الاثنين على هذا الزوم وتجلس جنبهم وتنزل لهم الزوم وتدخلهم للزوم وتقول لهم كيف يفعل الصوت وكله حتى يحضروا معك يوم الاثنين. أو لما تكون الفريق إنه عنده مثلا بتحدد إنه اليوم الفلاني في المنطقة الفلانية، وأكيد الفريق بيتفق على هذا الشيء، إنه في المنطقة الفلانية حيكون في شرح كبير للمشروع، فبيحضر بتجيب ضيوفك لهذاك المشروع وضيوف الناس التانيين، كل الأعضاء اللي معانا بيجيبوا ضيوفهم لنفس المكان، بيكون عام في هذاك المكان، وتقول له تعالى من غير ما تشرح له، من غير ما تشرح له تفاصيل البزنس وكيف البزنس وكذا، تعطي نقطة بسيطة، بدك تغير حياتك، بدك تعمل بزنس، تفضل معي يوم الفلاني على الساعة الفلانية في المكان الفلاني. هذا الشيء صعب بالنسبة لكم؟ هل هذه الكلمات صعبة؟ هل هذه الكلمات صعبة انك تعمل هذه الخطوات؟ لا غير صعب، مفهومي مفهوم. فهذا هو، يعني هي مش صعبة، ولكن التطبيق الصعب عندما أخرج عن التطبيق أطبقها بطريقة غير صحيحة، فهنا أخرج عن المسار وأدخل، يعني بسيب بترك
الطريق المعبد وبدخل على الطريق الترابي وبيصير عندي مشاكل في السيارة وكذا وكذا وكذا. فهذا هو الأساس. لذلك نرجع على هذا النظام. ناس بعادين وهيك فبعمل معاهم محاضرة عامة فقط، اجمعوا الناس، حددوا المكان واجمعوا الناس، وأنا بكون معاكم حتى بالزوم بحضر معاكم. وهذا الشيء كتير عملناه وحنعمله كمان. لا، الطريقة إذا طبقتيها بالحرف، طريقة لما تطبقيها بالحرف بيكون كله تمام. شو الفرق بينك وبين هذول الناس اللي نجوا؟ شو الفرق؟ نعم. شو الظروف اللي خلت إنه واحدة في 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 دول إفريقية فقيرة جدا عايشين في أكواخ استطاعوا إنه يصيروا مليونيرات؟ شو الفرق بينك وبينه؟ ما عندهمش مستوى دراسي مع العلم. شو الفرق بينك وبينه؟ شو الفرق بينك وبين ميكانيكي في 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 البرازيل في حي صفيحي يصير مليونير مع فوريفر؟ شو الفرق؟ ما عندوش دراسة. إذا أعطوني الفرق، شو الفرق؟ لذلك لازم نغير عاداتنا. العادات عندما تتغير يتغير الواقع، وعندما يتغير الواقع يتغير يعني العمل أو الدماغ يعني المزاج، وعندما يتغير المزاج يتغير النتائج ويتغير المستقبل إن شاء الله. أستاذ في مثل عنا، ماذا يقول هذا المثل؟ طيب نكمل. بيفضل الفهم على العلم بيكون طبعا طبعا لازم تفهم الأمور صح، هذا هو الأساس، وتطبقها بالطريقة الصح. إذا كيف بمشي على نظام وبحول كذلك؟ يعني بيكون عندي فريق، بكبر الفريق، ممكن أحول الزبائن إلى أعضاء معي في الفريق. أول شيء بيكون عندك كوتش، مدرب، والمدرب هو مانجر الفريق، بتمشي على خطواته حتى تمشي خطوة خطوة وتنجح فيها. يعني لأنه بيكون هذا كله بخريطة وب يعني خطة تمشي عليها وتحدد فيها الحركات، شو حتعمل وشو حتعمل. أوكي، كيف بعزم الناس؟ طريقة يعني أول شيء بتعلم وبكون دائما إلى جنب الشخص اللي استضافني والمانجر، أتعلم منه. يعني الأوبلاين كلهم تحت أمرك. عندما أقول أوبلاين يعني كل من الشخص اللي سجلك إلى فوق كلهم يعني معك. طيب أعزم الناس، ممكن تعمل أمسية للتعريفية بالمنتجات فريرة، يعني تعزمهم لأمسية. وممكن تعملها مع الجيران، مع الأصدقاء، مع الناس الأبلاين، الناس اللي معك. كيف ما حكيت في الأول، ممكن تعملوا جلسة أو محاضرة كبيرة بيحضروها يعني أعضاء الفريق ويجيبوا ضيوف وكذا، بتكون كبيرة فبيكون فيها حماس أكثر. طيب خطة ABC، هذه الخطة يعني أول شيء التكوين على العمل، يعني تسجل معك شخص وتعلم، أوكي، وتعلمه كذلك يعمل معه تسجيل ناس، كيف يسجل معه ناس ويكون فريق، وكذلك كيف يعمل زباين، وكيف يعرف بالشركة.
فهنا بياخد تكوين. فهاد لما بيوصل للسي بيعيدها مرة تانية مع ناس وبيعلمها لهذاك الشخص يعمل نفس الشيء. بيعلم هذاك الشخص يسجل معه وكيف يسجل معه ناس وكذا بيكون فريق وكذلك كيف يحول الزباين لأعضاء. أوكي. المرحلة اللي بعد المحاضرة الجلسة هي مرحلة بي تو بي. واحد واحد لواحد فصل فصل. إذن مع المشرف عليك أو المانجر بتجلس مع الشخص اللي جاء ضيف بده يفهم أكثر، يعني حضر للمحاضرة وانبهر بالمنتجات بس بده خطوات كيف أبلش كيف كذا. في خلال هذه الجلسة تعمل معه اللقاء هذا، يا إما هذه الجلسة أو الغد، يعني ما تفوت على 48 ساعة. أوكي، يعني هذه المراحل. ثالث شيء هي تحافظ على حضورك للمحاضرات التكوينية وللملتقيات التكوينية المباشرة وللحفلات اللي بتقدمها فوريفر والأمسيات اللي تقدمها فوريفر. كل ما كانت محاضرتك أحضرها لأنه بيكون في تكوين مستمر. أوكي؟ طيب شو اللي خلى 12 مليون شخص حول العالم يدخلوا فوريفر ويمشوا فيها؟ هل هؤلاء مجانين؟ طبعا لا. إذن وصلت لنهاية الحصة، وإذا عندكم أي سؤال ياريت تتفضلوا. هل كل مفهوم؟ في فقرة ما فهمتوها؟ في شي فاتكم؟ تفضلوا. من يشاركني؟ يعطيك العافية أستاذ من جديد. الله يحفظك، أهلا وسهلا. صوتك بعيد شوية. ألو، إيه أستاذ؟ قلت لك صوتك بعيد. لا يعني... إيه راح النت ورجع. يلا معلش الحال. لا تمام سامعك. إيه بقى، أنا بس بدي نقطة أوضحها إنه مشان العمل اللي جاي نحنا نسينا نقطة التحكي فيها، إنه نرجع نعمل محاضرة كبيرة كنا نعملها نحن وياك، مثلا تعطي انت مثلا 10 دقائق ربع ساعه على زوم. صح صح هذا هو. وهذه الاطلاقات يعني عم نبرم فردي فيها تعب. صح صح، انا بقول لكم على هذه النقطه. شكرا انك فكرتيني في هذه النقطه. شكرا كثير استاذ، يعطيك العافيه. اهم شيء هو نشتغل بذكاء من غير مجهود. كيف نشتغل بذكاء؟ انه تخيلوا معي لو ناخذ انا نفسي كمثال، معي تقريبا في البدايه شخصين بشتغل معاهم، بعلمهم، بكونهم، بعمل معهم محاضرات، بروح معاهم لمكان بيجيبوا ناس كذا وبشرح لهذوك الناس وكذا. شخصين، حلو، هذا هو العمل اللي بيبلش هيك. بعدين هذوك الشخصين صار الفريق فيه تقريبا 10 اشخاص، فتخيل كل واحد بيشتغل معه لحاله، فما راح يضل عندي وقت لحالي لنفسي. وتخيل انه هذوك 10 اشخاص صاروا عندهم فريق وصار عدد الفريق تقريبا 100 شخص، فهل استطيع ان اسدد طلبات كل هذوك 100 شخص؟ فهذا صعب. لذلك العمل بطريقه ذكيه هو العمل الجماعي ومحاضرات الكبيره التي يعني يشارك فيها الجميع. لذلك مثلا حكت الان ست زينب عن المحاضرات اللي كنا بنعملها. كل الناس اللي حضروا المحاضرات اللي كنا بنعملها عن طريق الزوم، وبكون معكم انا في فتره هيك في يعني بعطي شويه، فكانت ناجحه. ليش؟ لانه عندها شق، اول شيء شق نفسي، لانه الانسان بيميل انه يسمع من الغريب، بيسمع شهاده الغريب، هذا هو البشر. فكانت ناجحة، بتجيبوا أعضاءكم الناس اللي معكم. بحكي مثلا مدام زينب، هلا بنحكي عن الجروب اللبناني، هلا هي يعني قائدة الفريق اللبناني. طيب
لما بنعمل محاضرة مثلا في طرابلس اخترنا مثلا كافيه بنعملها وبنحددها بروجرام الأسبوع حتكون بيوم الفلاني في الكافيه أو في المنطقة الفلانية. كل الفريق دكتور مصطفى، أستاذ مصطفى، مدام نجاح، مدام فاطمة، كل 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 الفريق داخلين في في الدائرة. أوكي طرابلس وين حتكون؟ حتكون في المكان الفلاني. فدكتور مصطفى عنده ناس قدر استطاع إنه يحضر وبيكون أحسن يحضر لأنه بيكون مرة في الأسبوع، بيدعم أكثر الناس والضيوف اللي حيكونوا معه. أستاذ مصطفى قدر يحضر فبيكون أحسن، عنده ناس هناك فبيحضروا بيعمل دعوات وبيحضروا لهذاك، بيكون حدث بيحضروا، بتكون جاهزة اللابتوب كيف المرة اللي فاتت، وبنحضر هذيك اللي مع طبعا فيصل ما شاء الله عليه في هذيك المجال، فبيزبط الداتا شو أحضر معاكم، تعطوني الوقت وأحضر معاكم كيف الأول. بعطي تجربتي وبحكي عن شيء والباقي بيضل عليكم. الآن ما شاء الله عليكم صرتوا مناجر، فالناس الحضور لما بيشوفوا هذا الشيء فبيكون شوية انبهار وبيسمعوا تجاربكم، فهكذا بتمشي الحال. وفي آخر الحصة كل واحد مع ضيوفه بيجلس معهم وبيخلي مثلا مدام زينب إن تحكي شوية مع هذا وشوية مع هذه المجموعة وشوية مع هذه المجموعة، وبيمشي الحال. بدنا نبلش بكذا، باثنين سي سي كذا، بطريقة كذا 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 كذا، هكذا وخلص الموضوع. بننتقل إلى اللي بعده. اللي بعده مثلا حتكون محاضرة بعد يومين أو ثلاثة أيام مثلا، لا نجهد نفسنا، يومين ثلاثة أيام حتكون مثلا بحرار، حتكون مثلا بمشمش، حتكون مثلا ببيروت، ليه لا، بتوسعوا. فبيصير عندنا عمل جماعي، بكون أنا معكم في هذا الموضوع. وفاكرين هذه الطريقة إنه بحضر معاكم مباشرة، فاتح الكاميرا وبحكي مع الناس. الناس لما بتحكي معها بهذه الطريقة بتاخد تجربة شخص. أوكي أنا بكون ضيف شرف، أحضر معاكم 10 دقائق، أعطي تجربتي واللي بقدر أقول وخلاص، وبيمشي الحال، أنتم بتكملوا البقية. فلو مشينا على هذا الأساس كله حينجح، كله حينجح، وما في نجاح بالشتات أبدا. بنجمع وبنعمل محاضرات كيف. فلو جيت أشرح لكل واحد لوحده أروح عند هذا. في مرات وأنا في لبنان كانوا في بنعرض علي إن نروح عند فلان، يلا نروح عند فلان لأشرح له. أنا لا أحب هذا الطريق وما بعمله. ليه؟ لأنه لما بتروح عند شخص عشان تشرح له بيزنس يظن أنك أنت محتاج ليه، يظن أنك أنت محتاج ليه. لما تروح لعند الشخص اللي عنده عشان تشرح له يظن أنك محتاج ليه، خصوصا لما يكون هيك المناظر وكذا وبتروح أنت عنده. لا، فنعمل كافيه قريبة عليه، تعال عنا، لا أحسن شيء، تعال عنا عند الشماع حيكون فيه ناس كثرة، هذه أحسن طريقة. أنت كموزع جديد ممكن أنك تروح عنده تقول له أنه في بزنس جديد، إيه في كتير شغلات حلوة، بحب انك تحضر معي، لو بتوثق فيا تعال معي اليوم الفلاني حيكون في المكان الفلاني. هذه هي الطريقة الأساسية. كل ما بتبعدوا عنها بتوه وبتدخلوا في هذيك الطريق الترابي. خلوكم في الطريق السريع أوتوستراد، صح؟ فشو رأيكم؟ مين اللي حاضر معنا؟ مين عنده اقتراح؟ مين عنده فهمتوا الفكرة؟ فاهمين الفكرة؟ مدني أنا عندي مداخل. تفضل تفضل وقرب شوية دكتور مصطفى لأن الصوت شوية بعيد. أنا عم بحكي على موضوع القرى. عنا في إشكالية صغيرة إنه نحن موجودين بقرى، يعني هي الثقافة تبعتها هي ثقافة الأرجيلة والقعدة بالبيت وانتظار العروس وانتظار العريس وكذا. عم تخلق معنا مشاكل نحن لما بدنا ننزل على طرابلس مثلا أو على جو آخر، يعني على منطقة أخرى، عم يكون في صعوبة للتواصل مع مجموعات كبيرة، خصوصا ما عندنا موطئ قدم بهذه المناطق.
فالزوم بيتحضر. يعني اليوم مثلا احنا كنا بطرابلس كنا داعيين ناس، ناس اجوا ناس ما اجوا، ناس اضطرين يروح على بيته، ناس رجعوا اخذوا طلبوا وقت، ناس ما فينا التقينا فيهم. يعني في بالجو اللبناني بعدنا على ثقافه الارجيله وعلى ثقافه تنابل عبد الحميد. سامع بتنابل عبد الحميد؟ لا. هيدي تنابل عبد الحميد مجموعه من الناس قعدت على ايام احد السلاطين، بس قعد كان مأمن لهم الأكل والشرب وكذا، دولة غنية بتركيا الدولة العثمانية. فهول قاعدين، فأجا أحد السلاطين قال هدول الناس ليش قاعدين هون بهالساحات؟ قالوا له هدول تنابل ما بيشتغلوا. جمع حولهم قطن وحط عليه بنزين وشعل فيه، كلهم هربوا إلا واحد. إجوا مسكوا أنقذوا، قالوا له أنت ليش ما هربت؟ قالوا ناطر النار لتجي لشعل سيجارتي. عندنا الناس أغلبهم ناطرين النار لتجي ليشعلوا سيجارتهم. نحن عم نعمل مجهود كبير، عم ضيع وقتنا، بس كمان مقتنعين بالخطة تبعتك وعم نحاول ندمج مع بعض الخطط يعني اللي نحن عم نشوف إنه ممكن. أنا بقول لك فاسمح لي على المقاطعة، فبقول لك بأن هذا الشيء مش موجود في لبنان بس، هون بالمغرب موجود، في الجزائر موجود، إيه في كتير. هذا شو اسمه؟ عبد الحميد تنابل، سنابل عبد الحميد، موجودين كثير. اليوم انا اعطيك امثله غير شكل. سنابل. طيب لا، هادو موجودين في المغرب، موجودين في الجزائر، في ناس هيك حاب يجلس وما يعمل شيء وتيجي الاكل لعنده، بده يصير مليونير من غير ما يحرك صباعه ابدا. ففي رقاء وفاضة. فلو رجعنا للمثال اللي حكينا عنه، احنا لا نقنع الناس وانما احنا بنفلتر الناس، بنفلتر يعني انا بعرض وبعزم 10 اشخاص عشان اطلع منهم واحد، ما بدي العشرة، انا ما بدي العشرة لانه ما راح حيوجعوا لي راسي. انا شخصيا نظامي في 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 الشهر ان سجل معي شخص او شخصين، لا اكثر، شخص او شخصين عشان يضل عندي وقت أحكي معه، أشرح له، أمشي معه في الخطوات، لأنه عندي برنامج. فما بدي أنا كل الناس. ولذلك أنا الأسبوع أو الفترة اللي فات، الأسبوع اللي قبل اللي فات كنت حكيت لكم عن نظام الجوجل وهذه الشغلات، وكثير من الأعضاء ما فهموا فيه شيء. بتفهم هذا الموضوع، مش كل الناس حيفهموا الموضوع. وأنا أشجعكم انه تشاركوا اولادكم الشباب انه يتفرغوا لهذه الشغله التكنولوجيا، وحاعمل لهم حصه خاصه. تجيبوا مثلا شخص اولادكم او قريب ما بيفهم شويه في التكنولوجيا، بعلمهم شو كيف يعملوا الاعلانات وكيف بيصير عندكم صيت في لبنان كله، في العالم كله، كيف ما بدكم. يعني نفس الشيء اللي بشتغل عليه. فلذلك بدأ شوية يعني شغل من هذه الخطوة لهذه الخطوة. ايه في ناس ما راح يفهموها، بس في عندهم اولاد بيفهموها ما شاء الله، صح ولا لا دكتور مصطفى؟ نعم. نحن للأسف فرصة حضورك بلبنان استغليناها بالركض، يعني ركضنا مثل الأرنب المعلل له جزرة. مفترض نقعد ناخذ استراحة ونشوف هالتكنولوجيا حضرتك تعلمنا عليها وتدخلنا فيها، وصرنا احنا يعني انا افتحت صفحة على الفيسبوك سميتها Forever for Beauty and Health، بس بعدين عم تخوف انشرها لانه بيقولوا لي بكرة الشركة وما بعرف الشركة بتشطب وما بتسمح وما كذا. لا، هي في شروط معينة لازم ما تحط فيها انك تشوف Forever، وانما تكتب مقاول مع Forever او FBO Forever Living Products هيك عشان تفرز، لأنه ما بيعتقدوا إنها الموقع الرسمي للشركة. فهمت؟ نعم. هذا هو يعني بتقول. أنا حاولت أطلع منها وحاولت أفتح على الإنستغرام وعم بيشتغل. لا بدنا تكوين مرتب حتى يعطي نتائج، ما بنبذل مجهود كبير عشان عارفين هذوك اللي بيجدف عكس التيار، فما يعني بيفضي مجهود من غير ما يتحرك. فلا احنا حنمشي مع التيار وحنضيف تجديفات كده عشان نسرع. ف
فهذه حنخلي لها حصة يكونوا الشباب يعني واللي بيفهموا فلو حاضرين معكم وبلش فيه في الخطوة. أوكي؟ أوكي ماشي. إن شاء ماشي. الله. ولكن النقطة الأساسية هي الاجتماعات الكبيرة اللي تركزوا على اجتماع كبير يحضروا كل الناس كل الضيوف يجوا عندكم. أنا بيهمني إني أتكلم 10 أشخاص ويجيني واحد لأنه ذاك الواحد جاي جاهز بده يفهم. والأسبوع اللي بعده حي بدل ما يجيني واحد حيجوا حيحضروا ثلاثة وهكذا يصبح تطور. أستاذ أنا عندي كمان تعقيب من بعد إذنك. تفضل. اليوم كان عندنا الحمد لله خطوات حلوة مع الأستاذ مصطفى الدكتور. أنا بعد ما رجعت على البيت أنا بعدت شوي وردني ابني على البيت. في نقطة هيك في أخطاء سبحان الله بني آدم بيتعلم منها. في زينة طالب وهلا إن شاء الله ما فيها فتت معنا إنسان يبتغض العقل. بس اللي أنا فكرت فيه ريت يعني أن إحنا حكى قال لي الأستاذ مصطفى عنا حبيت روح أنا أشوفه والله. طلعت إنساني رائع غير شكل محيطة كثير مرتب وإنساني بتفهم. أنا لو عاملة الخطوة القديمة معه كنا نجحنا معه أكثر. الخطوة القديمة شو بيعمل مثلا الأستاذ مصطفى بيقول له حبت هي الفكرة كتير بيقول له ما فينا نعمل شيء ما بيجي الفريق لعندك إلا ما تجمعي لنا عالمي. كنا لازم نروح لعنده نحن وعالمه موجود نشرح لألا ولعالمه. هيك كنت أنا أعمل شغلي أول ما اشتغلت. أيوه إيه إيه كل واحد بيفتح بيته بيكون إيه. هلا جينا نحن شرحنا لألا بترجع هي تشرح بدها تكون معها شهر. لا لا أنت لي ويمكن ما تعرف تشرح. لا لا ممكن اليوم أخطأنا مع هي تقولي لا حأرجع أحكي معها من جديد إنه وبيكون يا ريت الأستاذ مصطفى عم يسمعني حأرجع أنا أتحاور معه بالنقطة إنه أنا رجعت وحاسبت نفسي إنه هيدا صار في خطأ أخذنا معه 3 ساعات انبسطنا معه كتير بس لو كنا عينين مع الفكرة القديمة أنا كنت معتاد إنه كنا على حننجح محيطة طبعا الفكرة القديمة هي الأساس إيه بيشرح الدكتور مصطفى كان مثلا بالعطول بالمحاضرات الكل بيلتزم ما بقى في حديث جانبي يعني بالمحاضرات الفردية عم يصير أحاديث جانبية كتير إيه ما بيكون تأخذ من وقت يعني هلا شو بيصير الدكتور مصطفى بيعطي المحاضرة الطبية تبعته أنا بعطي المحاضرة بالبشرة بنعطي عن البرودكت بنجرب للكل بيلمسه وبنجرب للكل بيشوفه مثل ما كنا نعمل قديم كنا نحن كنا ضربنا ضرب مرتب اليوم بس سبحان الله خطأ وإن شاء الله بنكون تعلمنا فلذلك أدعوكم هلا بأنه لسه بدنا شغل وأحضر معاكم في المحاضرات أحضر معاكم في إن شاء الله لأنه مساء الخير أستاذ مدني مساء الخير للجميع مساء الخير أستاذ مدني لا الموضوع منه هيك القصة إنه هي ما كانت هي عرف إن إحنا عرفينا إذا بدها هي إلى رغبة أو ما إلى رغبة الخطوة اللي عم تقولي علي لا أنا شو بعمل بالقديم ما بتقدر هي تطلب لنا عالم تجمع لنا عالم قبل هي ما تكون مقتنعة بالبرودكت وقبل ما تكون مقتنعة بالجمع وقبل ما تكون قناعتها مركزتها من كل الجوانب هلا أنا عيد الخطوة اللي أنت عم تقولي علي نحن بنطلبها منا بوقت قريب يعني هي ما بتأثر بهذا الموضوع يعني نحن لو فهميني هي بتعزك يا أستاذ مصطفى معك الناس اللي أنت بتحبين يشتغلوا معك حتى تلبي معنا وأنا كنت متابعة يعني هلأ أنا من قبل ما نفوت على البروغرام كنت متابعة وعم موضح لك كيف بدها تشتغل مشان تفوت معنا على المحاضرة بس بعتقد ما قدرت عرفت هي ما كانت بنتها موجودة بالبيت مشان لعلك يا أستاذ مصطفى هي بتحبك بالمونة نحن الإنسان نحن كيف نشتغل؟ نشتغل مع أشخاص بيفهموا وبيحبونا وبالمونة بس أنا قبل ما تشوف المنتجات يا زتنا قبل ما تشوف المنتجات وتتفي تركز أنا عطى بهذا الموضوع وبالشغل ما بتقدر تدعي حدا هلا هي بس تشوف المنتجات تجربها صرت تقدر نحن نطلب منها كل أصحابها وتطلع اللي بيطلع اللقاء جاهز يعني ما بنعود تعذر انا بقول لك شو القصة شو بيصير انا بقول لكم شو بيصير اول شيء شخص لما بيفهم لوحده بيجي هذاك الحماس بيتحمس
فلما كنت بطلع على تكريت مثلا وقال لها استاذ مصطفى اصحبي لي انه كمان ممكن تطلع على تكريت على منطقتها وتخطر مثلا ما حدا يتقبلها بالحق ممكن ما تعرف تشرح لا لا لا, لا ممنوع تشرح لا احنا مكتوبه في هذه النقطه هذه الصفحه هذه اللي شايفين فتكلمت في الموضوع يعني تدعو الناس ولا تشرح لهم تدعو الناس ولا تشرح لهم يعني الشخص لسه ما عنده المعلومات الكاملة والقدرة إنه يشرح أو يجاوب على بعض الأسئلة التي يعني تحرج. أستاذ مدني أنا شرحت له عرفت له بالشركة بشكل مختصر وضحت له على التليفون المنتجات بقت الزيارة هيدي هي زيارة تعارف شرف فنجان قهوة أكثر من الموضوع الشغل بس نحن هلأ هي اللي حتحضرنا نحن حنطلب منها خلال الأسبوع الجاي تكون محضرة فريق عمل معها مشان هي تنطلق هي وياه هي ما شاء الله عنا كتير شغيلة نصيحة طلقنا من عندها هي تشكرتني على اللقاء انه قالت لي الأشخاص اللي عرفتني عليهم كتير بتشكرك وبجنن وكتير انبسطت معهم إن شاء الله بدنا نعمل نحن شغل نحن وياهم كتير حلو إن شاء الله فقط نصيحة قل لها إن ما تحكي وتشرح المشروع لحدا أو فقط تعزم الناس قل لهم إنه عندي كيف ما بقولها دائما ما حتقدر يا أستاذ مدني ما حتقدر هي تعرف تشرح المشروع من أول مرة ما حتقدر تشرح الشرح اللي شرحناه لها شرحنا الموضوع بشكل مقتضب ومبسط ومختصر ما حتقدر تعرف تشرح شيء إلا ما تفوت هي على الجوجل وتفوت على موقع الشركة وتبحث حتى ولو هذا هو اللي ما حتعرف ولو دخلت على الجوجل ولو ركزوا على هذه النقطة شخص دخل عنده 3 شهور معنا مسجل معنا 3 شهور لسه غير مؤهل انه يشرح البزنس نعم يعني لسه غير مؤهل انه يشرح لانه بيكون فيها شغلات داخلة فيها الامور نفسية بنشتغلها احنا في الكوتش يعني مدربين بنفهمها يعني لازم تكون عندك معطيات كاملة لازم يكون عندك طيب لما حدا بتشرح له او بتقول له انه البزنس او المنتجات كثير رائعة او البزنس كثير رائع بتقول له انت شو استفدتي منه شو ربحتي هذا سؤال من الاسئلة التي تطرح كيف حيكون الجواب هيقول شو حققت لما انت البزنس هذا فيه ارباح وفي كذا شو حققت حققت ارباح لا انا بعطيك مثال مش بسألك انا بعطيك مثال شو بيصير مثلا واحد جديد دخل متحمس ايه تعالوا بزنس فيه كذا وفي كذا طيب في ناس رزلة عندها هذيك الاسئلة المعجزة بدها سؤال معجز هيك فبيقول لك انت شو ربحت السيز هدالي بيدخلوا ضمن الغربة اللي كنت عم تقول حضرتك علي مجرد ما كان انه هو عنده أسئلة وكذا وإلى آخره معناتها هو بيضعه بدنا غرب له يعني ما بدنا إياه فلذلك عشان احنا نضمن انه يكون تجاوب للجميع وفهم شامل للجميع أفضل ما بنشرح إلا لما تكون محاضرة كاملة متكاملة عندها معالم عندها وزن لا. يا رئيس يا استاذنا لحتى نعمل محاضرة بدنا نكون مهدين لها بأشخاص على صلة نحن وياهم وصداقات وعلاقات لأنه ما يجي واحد انت حتصادفه بالشارع أو بمجتمع ما أو بمناسبة معينة وانت صدفته وشرحت له شيء بسيط أو أعطيته انه نحن عنا فرصة عمل بهالشركة الأمريكية اللي جاي جديد على لبنان ما هو ما حيقدر ما بده يصغي لك بس انت اللي بيكون فيها علاقات شخصية مع أشخاص في صداقات معينة ساعتها بنشرح عليهم هن ساعتها بس يتقبلوا الفكرة بيجمعونا الأشخاص اللي هن بيكونوا على صلة هن وياهم وهيك نحن بننجح بهذه الطريقة تمام بتكون علاقات مع الناس هو اصل البزنس لما بنقول اعمل لائحه الاسماء بحكينا عن الفئه الدافئه اللي هم ناس قريب منك وهذا ونعرفهم هذا حكينا عنه ولكن نعم. اللي شو بيصير انه بيتحمس لو شرحنا له لوحده بيتحمس ولما بيتحمس بيمشي بيحكي عن الفكره
ولما بيحكي عن الفكرة بيصادف ناس سلبيين بيقولوا له طيب شو طيب شو طيب شي شفتي فلان دخل على شركة ونصبوا عليه وأخذوا له فلوس وكذا وكذا. فهذا الشيء مر علي أنا شخصيا، فأنا بحكي واقع. فماذا يقع؟ فصرت لما بشرح، وخصوصا مثلا لما يكون مثلا زوجين، سيدة متزوجة مثلا، بقول لا في زوجك حيحضر معانا، فأنا بفضل إنه يحضر معانا. ليه؟ لما حتيجي تحضر معانا هي وتفهم الفكرة وتتحمس حتروح عند زوجها، حتحكي له ولا لا؟ أكيد حتحكي له، تقول له إنه رحت عند المكان وفي فلان وفي واحد مغربي بيحكي وكذا ومش عارف وفلوس راجلها وكل الرجال، كيف حيكون ردة فعلهم الطبيعية؟ شو هي؟ شو هي؟ احنا عارفين شو هي، كل هدوك بيضحكوا على العالم صح؟ هذا هو اللي بيصير. ولو جاء الراجل مثلا لوحده، فهون إذا كان زوجته مثلا بتقول له لا شو هذه وهذه الشغلة فيها نسوان وهذه الشغلة فيها كذا كذا، فبتعمل له عراقي. فلذلك في هذا مثال بقول عليه، فقط ما بين الزوجين يحضروا الاثنين، يسمعوا الاثنين من نفس المصدر، يقتنعوا الاثنين، بيعملوا ايد في الايد بينجح. اما لما تحط لواحد ويروح يحكي لواحد، فبنخاف من هذا الامور اللي بتصير، انه واحد متحمس بيروح وبيشرح وكذا وكذا، وبيتلاقي مع جارته اي هذيك الشركه في دخل فلان وما عملش. هذا الشيء بيصير معي. لذلك بنقول له تعالى عندي لجلسة الفلانية معززة مكررة، لو عندك ناس بدهم يحضروا معك تعال أهلا وسهلا. هذه السيدة نصيحة، بما أنه عندك علاقة بها منيحة وهيك، فقل لها أنه ما تحكي الشرح هيك، فخلينا لنعمل اليوم وانت فقط عزم الناس للكافي للقهوة بس. هذه هي أحسن طريقة. نعم فهمتوني، فهذا هو اللي بحكي عنه طول المحاضرات. كثير بنشكرك يا أستاذنا، كثير كثير بنشكرك على المحاضرة الرائعة، وبنشكر جميل الله يعطيكم على عافية. أهلا وسهلا الله ودي. فهل من سؤال أو استفسار؟ هل من سؤال أو استفسار آخر؟ تفضل يا عطاء. عادي يعني سؤال يلا. ايه تفضل. بهيجة عندك شي سؤال؟ عندك شي استفسار؟ ان شاء الله. سي ابراهيم تفضل بكلمه يعني الختام. ما رايك في المحاضره، في هذا الموضوع اللي كان في الاخير؟ تفضل. أستاذ إبراهيم هل تسمعني؟ هل تسمعني؟ إذن تنظن أنه تعذر عليه. إذن شكرا للجميع، شكرا لإصغائكم، أتمنى تكونوا دونتم يعني المعلومات، استفدتم من هذه النصائح، لأنه فعلا نصائح وخطوات بالملي حتى تنجحوا. فأتمنى لكم التوفيق، وأقول لكم ليلة سعيدة وتصبحون على خير. يوم الجمعة إن شاء الله هتكون محاضرة في المنتجات، ويحضروا فيها حتى الضيوف. يلا تصبحوا على خير. وأنتم ألف خير أستاذ مدني، وأنتم بخير جميع المستمعين. الله يحفظك.
مع السلامة. مع السلامة.